بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي أولياء أمور وطلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. طبعا الدرس بتاع النهاردة درس فيه شوية حاجات مهمة عايز أقولها. هو أولا اسمه العوامل والأعداد الأولية. العوامل والأعداد الأولية، الدرس ده ان شاء الله هيبقى سهل، سهل جدا، بس بشرط. والدرس ده خلاصته كلمتين ثلاثة أربعة، يعني ما بيزيدوش عن كده. ادي حاجة. الحاجة التانية، الدرس ده لو ولي امر بيشوفني وبتابعني دلوقتي وياخدوه مني ثقة، الدرس ده بإذن الله لما نخلص شرحه الولد يفهمه زي ما انا بقول. تاني حاجة، ما يحلش تمارين لا كتاب اضواء ولا كتاب سلاح تلميذ. كتاب الأضواء ممكن في أسئلة معينة، بس أنا معيش كتاب الأضواء دلوقتي. سلاح التلميذ في الدرسين دول بالذات معقد معقد معقد، يعقد أي طالب في الدرسين دول. ومن هنا، وطبعا من هنا بتبدأ المشكلة. ليه؟ لأن في درسين وراهم، ورا الدرسين دولت مرتبطين بيهم. فالطالب لو ما فهمش الدرس اللي احنا بنشرحه النهارده ده، مش هيفهم اللي وراه ولا لحتى اللي وراه. عشان طبعا كل المدرسين بيخلوهم يحلوا من تمارين سلاح التلميذ اللي اصلا ما بتجيش منها في الامتحان، وبالذات في الدرسين دولت. مع العلم ان الدرسين دولت من اتفه واسهل الدروس في الترم ده. يا ريت طبعا لو في مدرس هيسمعني دلوقتي هينقدني وهيعترض على كلامي. انا بقول وجهة نظري وعن خبرتي مع الطلبة. انا اهم حاجه عندي انه ما يحلش التمارين بتاعه الكتاب. انا اهم حاجه عندي في الدرسين دولت انه يفهمهم ويعرف يطبق على كل سؤال يجي له. اما كتاب سلاح التلميذ جايب ارقام كبيره وارقام معقده، فعايز قسمه مطوله وعايز اله حاسبه وعايز مشاكل تانية كتير قوي. وطبعا السؤالين دولت لما يجوا في الامتحان بيبقوا سهلين جدا وبجيب ارقام بسيطه. يعني نتوكل على الله، ويا ريت تسمعوا كلامي. انا مش دعوه بالتعليقات اللي هتتكتب ان انت اللي مثلا الناس اللي هتنقد، انا ماليش دعوه. انا اهم حاجه عندي الطالب. اي حد بعد كده بقى ماليش دعوه بيه، انا اهم حاجه عندي الطالب. طيب نبدا بحاجه اسمها العوامل. يعني ايه عوامل؟ ايه الخلاصه؟ لما يجي يقول لي عوامل العدد ستة، يعني ايه عوامل؟ يعني جدول الضرب. اكتبها كده لابني، لو لقيت كلمة عوامل يعني جدول الضرب. يعني ايه يا ماما جدول الضرب؟ يعني طلع كل الجداول اللي بتطلع ست. دي معنى كلمة العوامل عدد ست، بس طلع كل الجداول. دي معنى كلمة عوامل. عوامل عدد ستة، ها عوامل العدد ستة، يبقى جدول الضرب طلع كل الجداول اللي بتطلع ستة. عندك ايه في ايه بتديني ستة؟ بس كده. يبقى عوامل جدول الضرب. اقول لابني كده لما يجي يقول لك يا محمد عوامل، يبقى جدول الضرب. عوامل يعني جدول الضرب. جدول الضرب بتاع ستة، عندي الاثنين في ثلاثة. وايه كمان؟ لا يا مستر ما عادش عندي. لا عندك. لا يا مستر والله ما تحلفش بالله، عندك الواحد في ستة. عندك الايه الواحد في ستة؟ هي فين العوامل بقى؟ اقول له العوامل ها بتساوي الاثنين و الثلاثة والواحد والستة. الدرس خلص، ده نص الدرس خلاص كده خلص. بس كده بس. طيب عوامل العدد، ها مثلا ايه يا بلبوشي؟ يا بلبوشي مثلا 24. يلا هيصوا يلا 24. ايه في ايه بيدينا 24؟ ده عوامل يعني جدول الضرب. ايه في ايه بيدينا 24؟ عندي الثلاثة في 8 وعندي الاثنين في 12 وعند الأربعة في 6 وحبيبتك اللي هتتكرر في كل المسائل الواحد. الواحد في إيه؟ في 24. يبقى العوامل لازم أكون حافظ جدول الضرب، الثلاثة والثمانية والاثنين وال 12 والأربعة والستة والواحد وال 24. يبقى دي معنى كلمة الإيه؟ عوامل. سلام. يبقى كلمة عوامل يعني ايه؟
جدول الضرب بس، درس خلص او نص الدرس ده. تعالى بقى نخش على الاعداد الاوليه اللي هي مرتبطه بالدروس اللي وراها او بالدرسين اللي وراها. ركز معايا برضو كلمتين يعني بس، يعني مش هطول باذن الله. في ارقام يا اولاد مش موجوده في جدول الضرب، زي مثلا 13. في حاجه بضرب حاجه بتطلع 13؟ لا. طيب ارقام مثلا زي مثلا يا بلبوشي، طبعا يا مصر عندي 13، عندي 13. مين بقى 13؟ عندي الواحد في 13، ماشي. غير الواحد في 13؟ لا ما عنديش، خلاص كده ماشي تمام، ده اللي يهمني. عندك مثلا رقم زي مثلا 19، في حاجه بتضرب في حاجه بتديني 19؟ لا طبعا. غير الواحد في 19. عندك مثلا زي العدد 7، في حاجه بتضرب في حاجه بتديني 7؟ لا طبعا. عندك مثلا زي ال 11، في حاجه بتضرب في حاجه بتديني 11؟ لا طبعا. عندك مثلا زي ال 59، في حاجه بتطلع تضرب حاجه بتديني 59؟ لا طبعا. يبقى دي ارقام مش موجوده في جدول الضرب الا يا ربي الواحد في نفسها بس. دي اسمها يا اولاد الاعداد الاوليه. بس. دي اسمها الايه؟ الاعداد الاوليه. الاعداد الاوليه اللي هي مش موجوده في جدول الضرب اهو، مش موجوده في جدول الضرب بس. يبقى الاعداد الاوليه مش موجوده في جدول الضرب، مش موجوده في جدول الضرب. والتعريف بتاعها هي التي لها عاملان فقط. عاملان ايه؟ فقط. هي التي لها عاملان فقط. يعني ايه لها عاملان؟ يعني رقمين بس في جدول الضرب، واحد في 13، واحد في نفسها. دي معنى كلمة الأعداد الأولية. يبقى الأعداد الأولية هي اللي مش موجودة في جدول الضرب. طيب لو جه بقى جاب لك رقم بقى زي ده مثلا كده. زي ايه؟ زي ايه؟ 12. وقال لك كده اكتب، خلي بالك ما قالكش العوامل بقى، الاعداد الاوليه للعدد 12. ركز والنبي الدرس ده انا عمر ما انساه، انا لان كنت باخد الكلام ده في سنه رابعه. عارفين ليه؟ لان يومها خدت حته شلوت، لان وانا صغير في سنه رابعه ما كنتش بعرف لا اقرا ولا اكتب ولا اي حاجه. عمر ما هنساه المدرس اللي كان عليا، حتى عارف اسمه. قول لي يا طلعت حل السؤال ده، ما عرفتش، خبطني الشلوت، لزق انا والسبوره بقى حته واحده زي الكرتون. عمر ما انسى. يبقى ال 12 اكتب بالاعداد الاوليه للعدد 12. اكتب الاعداد الاوليه للعدد 12. ركزوا معايا بقى. ما قالش هنا عوامل، الاعداد الاوليه يعني احلله. او ممكن يجي يقول لي حلل. حلل او اكتب الاعداد الاوليه. هقوم جايب ال 12 كده وهقوم اعمل لها خط كبير كده جنبها كده. وهحللها، يعني هقسم. وهبدا القسمه من اول هنا. القسمه هتقول هتبدا بالارقام دي بس. يا 2 يا 3 يا 5 يا 7 بس. مش هتطلع بره دول. هتبدا من هنا يا 2 يا 3 يا 5 يا 7. تاني. يبقى انا اول حاجه. أول حاجة عايز الأعداد الأولية أو حلل هياها، أقوم كاتب ال 12 وعملها جنبه عمود كده. وهبدأ الأرقام من هنا، هكتب أرقام هنا اللي هي إيه؟ يا 2 يا 3 يا 5 يا إيه؟ يا 7. يا 2 يا 3 يا 5 يا 7. هنا هبدأ من عند الاثنين. لا إيه؟ 2 في إيه بيديك 12؟ 2 في 6، صح ولا لا؟ 12 دي كان في كام؟ 2 في 6. هكتب الاثنين هنا والستة هنا. خلي بالك أنا بكتب هنا بس على الشمال هنا الأرقام دي بس. بس يا مستر يا عم مش هكتب هنا 6 وهنا 2 ابدا، اوعى اوعى. طب ال 6 ايه في ايه بتديني 6؟ 2 في 3. ايه في ايه بتديني 3؟ ما تقولش 1 في 3، 3 في 1. فين الاعداد الاوليه؟ هي دي 2 و2 و3. اقول له اذا الاعداد 2 و2 و3. مستر ايه؟ كان مساله وانا معلش انا اسف. ماشي 24. قلت لك هتبدا يا 2 يا 3 يا 5 يا 7. كام في كام بتديني 24؟ عند الأربعة بستة ما ينفعش تيجي. ليه؟ أنا قلت هنا يبدأ من هنا يا 2 يا 3 يا 5 يا 7. نبدأ من عند 3. تمام 3 في كام بيديني 24؟ 3 في 8. تمام. ال 8 دي كام في كام؟ حللها لي. إيه في إيه بيديني 8؟ ال 2 في 4. ما تقولش 4 في 2، أوعى أزعل منك. 8 كام في كام؟ 2 في 4. ها؟ عبد عم الحاج كام في كام بيديني 8؟ ال 2 في 4.
ما اقولش 4 في 2، لان قلت هنا ببدا بالارقام يا 2 يا 3 يا 5 يا 7. والنبي لو ولي امر بيسمعني يركز على ابنه مع الحته ديت، يقول له ديت ببدا بركب هنا الارقام يا 2 يا 3 يا 5 يا 7. الاربعه دي كام في كام؟ 2 في 2. والاثنين دي كام في كام؟ 2 في 1. وصلت لحد الواحد المساله كده خلصت. طب تعالى كده نبدا نحل في مساله كتاب مدرسه. شوف انا بقول لك ايه، اكتب اوجد عوامل. يبقى جدول الضرب، جدول الايه؟ الضرب. ماليش دعوه بالاجابات، هو طبعا جايب الاجابات. ايه في بدينا 14 في جدول الضرب؟ 2 في 7. وايه كمان؟ قول 1 في 14 اهي. 2 1 و2 و7 و14. شفت كده؟ 100 100. طب يا مستر ال 38 ما خدتش ال 38 دي بقى يعني موجوده في كتاب المدرسه، بس هتضطر ايه يعني تحفظها. وعندك هنا يا اما 1 في 38 اهوت، يا اما 2 في 19. 2 في 19 بس. هو ان شاء الله باذن الله مش هجيب لك ارقام بره الحاجات دي. ال 26 عند ال 26 ال 1 في 26، وعند ال 2 في 13، وعند ال 2 في 13. 75 برضه نفس الكلام، دي ارقام كبيره صدقوني مش هيجيبها خالص في الامتحان. يا اما ال 1 في 75، يا اما ال 3 في 25، يا اما في 5 في ايه؟ في 15. العدد الاولي له عاملان، عاملان فقط هما العدد الأولي. مين بقى؟ العدد نفسه او العدد نفسه. وايه كمان؟ والواحد كمان اللي الصحيح، الواحد الصحيح، لانه مثلا العدد الاول مثلا ال 13 يبقى عباره عن 1 في 13، يبقى ده العدد نفسه هو الواحد. 16 دي كان في كام؟ الواحد في 16. وايه كمان؟ 2 في 8. وايه كمان؟ ال 4 في ايه؟ بيديني 16. ال 4 في 4. يبقى العوامل العدد 16، 1 و16 و2 و8 و4 بس، الاربعه ما تتكررش. الواحد الصحيح لا يعتبر عدد اولي لان ليس له عاملان، ليس له عاملان. طب يجي يقول لك ال 14 ليس عدد اولي لانه ليس له عاملان. طب العدد 3 احد عوامل العدد مين؟ عوامل دي يعني جدول الضرب، يعني هتجيب الثلاثه دي موجوده في جدول الضرب، هات جدول الضرب بتاع الثلاثه. ايه في ايه؟ ايه في الثلاثه بيديني مثلا النواتج بتاع جدول الضرب؟ مثلا التسعه. وايه كمان؟ زود 3 12، وزود 3 15. هنا بيقول لي حدد اي العدد الاتي يمثل عدد اولي. عدد اولي يعني مش موجود في جدول الضرب، مش موجود في جدول الضرب. الاثنين دي موجوده في جدول الضرب؟ اه موجوده. لا مش موجوده، قصدي مش موجوده. يبقى الاعداد الاوليه بتبدا يا 2 يا 3 يا 5 يا 7، واي رقم مش موجود في جدول الضرب. الاعداد الاوليه بتبدا من عندي 2 يا 3 يا 5 يا 7، 2 و3 و5 و7، واي رقم مش موجود في جدول الضرب. الاعداد الاوليه، الاعداد الاوليه بتبدا بالارقام ديت، واي رقم بعد كده مش موجود في جدول الضرب، وكلها اعداد فرديه. وده الاثنين ديت العدد الاولي الزوجي الوحيد، ده عدد اولي وزوجي وحيد. السبع اه عدد اولي اهو معانا. ال 52 في حاجه بتضرب في حاجه بتديني 52؟ ها في حاجه بتضرب في حاجه بيديني 52 غير الواحد طبعا في 52. اه طبعا انا عندي هنا ال 2 في 16، وعندي الواحد في 52. انا عندي الواحد في 2 في 26. يبقى طبعا مش موجود في العدد الاولاني. 29 اه طبعا مش موجود في جدول الضرب. 34 لا موجوده لانه اوله زوجي. خلاص؟ هنا بشوف اوله 7، يبقى ايه برضه عدد اولي 7، لانه عدد اولي 7. اوله 7. وبرده ال 52 ال 29 52 ده اول عدد زوجي. تمام؟ كل من الاعداد الاتيه العوامل الاوليه. هنحلل بقى 6، وكاتب 6 كده. ابدا من هنا يا 2 يا 3 يا 5 يا 7. 6 ده كان في كام؟ 2 في 3. و3 ده كان في كام؟ 3 في 1. طب ال 12 وهكذا. هبدا من هنا بالتحليل يا 2 يا 3 يا 5 يا 7. ابدا بال 3. 3 في كام يديني 12؟ 3 في 4. والأربعة دي كان في كام؟ 2 في 2. والاتنين دي كان في كام؟ 2 في 1. وال 18 وهكذا. وال 23 دي ما فيش فيها الا 1 في 23 بس. يعني هتبقى كده 23 في 1. ما اقولش 1 في 23، الواحد ده بيتكتب على اليمين. طب 210. أنا عندي 210 دي، تعالى كده نحلها في الآخر كده. عايز أحللها. بص ولا كأن الصفر موجود. يعني انا بالنسبه لي ولا كان الصفر موجود، يبقى بقت 21. ايه في ايه بيديني 21؟ 3 في 7. يبقى انا هكتب السبعه دي هنا والثلاثه دي هنا، احط الصفر بس. ايه في ايه بيديني 30؟ 5 في 6. ما اقولش 6 في 5.
ايه في بيديني 6 2 في 3 ايه في بيديني 3 3 في 1 يبقى دي الاعداد الايه الاوليه. طب تعالى هنا ما العدد الذي عوامله الاوليه 2 و2 و3 هو هنا اصلا مجزأ الاعداد الاوليه يبقى انا هضربهم في بعض عشان اعرفهم اضربهم في بعض 2 في 2 في 3 2 في 2 ب 4 و3 في 4 ب 12 حتى هو جاب ال 12. طب ما العدد الذي عوامله الاوليه الارقام ديت برضو نفس الكلام اضربهم في بعض ودي اسئله امتحانات على فكره بضربهم في بعض. طبعا انا بقول اهو التاني مفيش حد يحل من اسئله سلاح التلميذ لان الاسئله صعبه جدا عليه. اشوفكم على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.